أهلا أصدقائي، اليوم سنحل المشكلة يعني منها الكثير من مستخدمي هواتف ريالمي، وبالخصوص هاتف ريالمي سي 53. عند الضغط على شبكة الواي فاي فإنه ورغم وضعنا لكلمة المرور صحيحة إنه لا يريد الاتصال بشبكة الواي فاي كل ما فقط. فمثلا الآن هنا أريد أن أنا أدخل إلى هذه الشبكة الخاصة في بي، وعند إدخال كلمة المرور كما تلاحظون لا يريد أن الدخول ويبقى الاتصال أو شبكة محفوظة، رغم كما قلت أني وضعت كلمة المرور الصحيحة. جاري الاتصال بالإنترنت شبكة محفوظة. كل ما فقط هو التوجه إلى الإعدادات، يعني ترجع الهاتف باللغة العربية، إن كان هاتفك بلغة أخرى لابد أن تقوم بإرجاعه للغة العربية، ثم تذهب إلى تكتب هنا الشبكة. والآن كل ما فقط هو الذهاب إلى إعادة ضبط شبكة الواي فاي والجوال والبلوتوث. تضغط على الخيار الأول بهذه الطريقة، نضغط على إعادة ضبط الإعدادات. كما تلاحظون الآن يطلب مني إدخال الكود الخاص بي لهاتفي، سوف أضع الكود. ومثل ما أضغط على إعادة ضبط الإعدادات كما تلاحظون تمت إعادة ضبط إعدادات الشبكة. الآن سوف نرجع إلى الواي فاي الخاص بنا ونعمل كلمة المرور الخاصة به، وهل سوف يتصل؟ هذا ما سنلاحظه الآن. سوف أدخل كلمة المرور كما تلاحظون. الآن كما تلاحظون الشبكة متصلة بدون أي مشاكل. سوف نجرب يعني الإنترنت والدخول إلى اليوتيوب. سوف أبحث على تطبيق اليوتيوب، أين هو؟ ما هو تطبيق اليوتيوب؟ يعني نجرب الإنترنت وتشتغل بدون مشاكل. تنسى الاشتراك وشارك الفيديو لبقية أصدقائك.